عند حلواني ابو طلعت قدام جراج الازهار. العروسه ب 175 جنيه. اسمع بقى وصلي على النبي. والنبي يا باشا لو سمحت بقول لك صلي على النبي يا عم. يا جدع بقول لك سيد النبي الصلاه يا عم. بص بقى العروسه دي بتغني وحوي يا وحوي وراسها بتغني. اسمع 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 وادي الطاقيه بتاعتها وبتغني وحوي يا وحوي بكام؟ خلاص يا كابتن يا كابتن ثواني يا ايه طيب يا راجل لحمه زبادي يا ريس ان شاء الله بقى استنوا فيديو سوق الجمعه ان شاء الله كده هنا دلوقتي احنا في زادات عم ميمي وهنخلص باذن الله كام بقى دي وابقى انزل لكم الفيديو صلى على النبي اسعار وهم عايز عليه الصلاه والسلام 125 على شرط اللي جملتها 110 النهارده وبكلمك عشان سيد الاسبوع اللي فات 110 والاسبوع الجاي هتنزل خلي بالك ب 125 جنيه حتى عايزها ينفع عشانك انت صلى على النبي الصلاه والسلام ليك واجب عندي واثنين وثلاثه اقول لك ايه وحياه النبي ولا 120 ولا 130 اللي هيطلع 80 جنيه هتديله هذا اللي كان